أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مادة القرآن الكريم غادي نشوفوا صورة جديدة اللي هي صورة النصر، ودابا غادي نتصنتوا جميع القراءة المباركة ديال هاد الصورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقبل ما نفهموا هذه الصورة الكريمة ونحفظوها في الحلقات المقبلة، غادي نحاولوا الآن نقلبوا فيها على حرف الحاء وحرف الجيم اللي درستوهم في مادة القراءة والكتابة. غادي نشوفوا في الأول الكلمات اللي فيها حرف الجيم في صورة النصر. لاحظوا معايا الصورة على الشاشة، كما كتلاحظوا معايا الصورة مزيان على الشاشة. إذن شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف الجيم واللي هي ملونة باللون الأحمر؟ رقية، عندنا جوج. مازيان، عندنا جوج. واش يمكن لك تقرأ لنا الكلمة الأولى؟ لاحظي معي على الشاشة. جا، ردي البال. جا، موراها كاين واحد الهمزة عنده الفتحة. جا، جا، جاء. أحسنتي، جاء. عودوها، جاء. عودوها مرة أخرى، جاء. مازيان. ودابا شكون يمكن ليه يقرا لنا حرف الجيم الثاني؟ تفضلي رقية. جن، جن. مازيان. أفواجا، عودها، أفواجا. عودها مرة أخرى، أفواجا. مازيان. وكما كتلاحظوا معايا أفواجا هذه الكلمة جا فيها حرف الجيم في الأخر ديالها منون بالفتحة، عنده الآليف وعنده جوج فتحات كما شفتوا في مادة القراءة والكتابة. مازيان. إذن غادي نشوفوا الآن الكلمات اللي فيها حرف الحاء في صورة النصر. شحال عندنا ديال الكلمات اللي فيها حرف الحاء واللي هي ملونة باللون الأحمر في صورة النصر؟ مينا؟ وحدة، جوج، ثلاثة. بمعنى عندنا ثلاثة. عندنا ثلاثة. واش يمكن لك تقرأ لنا حرف الحاء الأول؟ حو. مازيان، حو. والكلمة كلها هي الفتح. عودوها، الفتح. عودوها مرة أخرى، الفتح. مازيان. والمقصود هنا بالفتح هو النصر. وشكون يمكن ليه الآن يقرأ لنا حرف الحاء الثاني؟ تفضلي رقية. حاء. عودي، حاء. ردي معنا البال. شوفي معنا الحرف الحاء الثاني عنده آش، عنده السكون وكنقراوه حاء. حاء. بينيها مزيان، بينيها مزيان. عودي، حاء. مازيان. وكنقراو ح. فسبح، عودوها، فسبح. عودوها مرة أخرى، فسبح. مازيان. دابا رقية، واش يمكن ليك تقرأ لنا حرف الحاء الثالث؟ ح. ح. مازيان. بحمدي، عودوها، بحمدي. بحمدي. كنطلب كذلك من المشاهدين ديالنا الكرام يعودوا معنا بحمدي، بحمدي. عودوها مرة أخرى، بحمدي. مازيان. إذن وقبل ما ننهيو هذه الحصة غادي نطلب منكم الآن تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في نهاية الحلقة 17 من الكتاب ديالكم في مادة القرآن الكريم. لاحظوا معايا التمرين على الشاشة، كما كتلاحظوا معايا عندنا جوج ديال الكلمات. الكلمة الأولى اللي هي جاء، والكلمة الثانية اللي هي فسبح. لاحظوا معايا الكلمة الأولى كيفاش كنكتبوها على هذه الحروف الباهتة، جاء. وانتما غادي تحاولوا تكتبوها الى نهاية السطر كيف العادة. نشوفوا الان الكلمة الثانية، فسبح، فسبح. وغادي تحاولوا تكتبوها بهذا الشكل على هذه الحروف الباهتة الى نهاية السطر. وهكذا اخواتي اخواني اتينا على نهاية هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.